بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنتكلم عن رؤية التفاح. أحلى حاجة تتشاف التفاح، كل واحد نفسه في حاجة وشاف التفاحة اعرف كده ان انت هتنال مطلبك. قبل ما نقول لك بقى التفاح معناه ايه، ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة الأساسية بتاعتنا اسمها تفسير الأحلام مع حنان الجندي، بنفسر فيها كل يوم الساعة 12 مساءً في بث مباشر للمشاهدين والمتابعين لهذه القناة. فلو انت بتحب ونفسك تفسر رؤيتك ياريت تشترك فيها وتفعل الجرس بالكل علشان يجيلك اشعار باللايف. هنقول بقى ايه التفاح. احلى حاجة يا جماعة في الرؤى اللي هي ايه، الفاكهة، وخصوصا التفاح. بيقولك بقى ايه، ان التفاح دوت همة الرجل والنفع اللي هو قادم اليه. يعني كل ما انت شايف التفاحة حلوة وجميلة وشكلها حلو، ده معناها ان انت همتك هتعلى الفترة اللي جاية. للتاجر معناها زيادة في التجارة بتاعته، لو انت شايفها خضرة غير لو شايفها حمرة، تمام؟ لو حمرة ده معناها انجاب بنوتة، لو خضرة فلوس لسه جاية لك على حسب ايه الرؤية، واحيانا برضو لو هي حمرة ده معناها خلفة للولد، تمام؟ فبيقول لك بقى ايه، ان دي همة او امر يهمك فاجتهد عشان تناله. اللي يشوف ان هو اخد تفاحة واكلها ده معناها لو هو في تولي مسؤولية معناها ده ملك لي، يعني انت هتمتلك امر انت بتتمناه لو انت خدت التفاحة واكلتها، ان انت هتنال ذلك الشيء اللي انت تتمناه. التفاح بيقولك الحلو اللي طعمه كده ايه، يعني حد يقول لي ايه انا دقت التفاح لقيت طعمه جميل، ده رزق حلال ليك، حلو، فلوس حلوة ربنا هيرزقك بيها. طب لو انا اكلته او انا شايفه حامض بايظ، تفاح بايظ، تفاح استطعمته اكلته لقيته طعمه كده فيه لزاعة بايظ يعني حامض، ده معناها اموال حرام، فانت خلي بالك. اللي يشوف بقى ان حد مثلا المدير بتاعه حدف عليه تفاحة، ايه السلطان، الرئيس، ايا كان بقى حد يعني انت تحت امرته ورمى عليك التفاحة، ده معناها ايه، ان انت هتصل لما تتمناه ويعتبر كمان اموال. يعني لو رمى عليك شوية تفاح كده، دي على حسب التفاح كم واحدة، ده معناها فلوس انت هتتلقاها، رزق قادم اليك حلوة جدا. وان انت لما يرمي عليك السلطان تفاحة معناها ايه بقى، امنية بتتمناها، وربنا سبحانه وتعالى هنا السلطان هو الله عز وجل هيديك امنية انت نفسك فيها. شجرة التفاح، احنا دايما متفقين ان الشجر رجال، ان شجرة التفاح بقى ان انت تشوفها ده معناها ان راجل مؤمن قريب من الناس، يعني شخص كويس نفاع للناس اللي حواليه، يعني بيستنفعوا منه، شخص مغدق على الناس اللي حواليه بالخير طبعا. ومن يرى انه يغرس شجرة التفاح، يعني انت شفت ان انت جبت شجرة تفاح صغننة كده وانت بتزرعها بايديك، ده معناها رعاية انت هتعملها للايتام، يعني انت هترعى او هتربي حد يتيم، حلوة جدا. يعني بص، يعني اللي يشوف الرؤية دي جميلة جدا، مش هقول تحفة، رؤية حلوة جدا ورؤية طيبة جدا، معناها ان انت بتفعل الخير في ايتام، او انت هتتولى مسؤولية طفل يتيم او طفلة. اللي يشوف بقى ان هو بياكل التفاح ده معناها ايه، ان انت بتاكل التفاح ده معناه ان انت جاي لك رزق، والناس مش هتبصلك في الرزق ده الا اذا كانوا قدامك شايفين، خلاص ملناش دعوة، تمام. من رأى انه اقتطف التفاح، اخدتها قطفتها كده من الشجرة، اصابة مال من رجل، احنا قلنا رجل شريف، رجل يعني بص حد قريب من الناس وبيعمل الخير، لو انت قطفتها بايديك كده من ايه، من الشجرة، ومعناها ثناء حسن، يعني كلام طيب يقال عليك ويقال على الشخص التاني اللي هو قريب من الناس، راجل نفاع، راجل مغدق بامواله. يعني لو بنوته شافت الرؤيه دي اعرفي ان انت ربنا هيكرمك بزوج يعني الناس بتتكلم عنه كويس جدا، حد يعني طيب النفس، حد شريف مبارك مغدق، يعني بيصرف كده، ما مش حد بخيل، يعني حد يعني ربنا هيكرمك بيه كويس جدا. لو انا قعدت اقول هقول كتير، تمام. والتفاح المعدود، يعني انا شفت 5 تفاحات 10 تفاحات، دي اموال، اموال معدوده، طالما انت شايف ان دول 5 تفاحات، هو رقم 5 مش حلو او بس ما علينا، 10 تفاحات مش عارف ايه، ده معناه فلوس جايه لك بقدر عدد التفاح، وقدر برضو انا، يعني انا مستواي الاجتماعي غير حد اعلى مني،
غير حد اقل مني على حسب مستواي الاجتماعي فلوس جايالي تمام، ولكن فلوس كتير برضو يعتبر لكل شخص اشوفهم لو 6 7. اللي يشم بقى ريحة التفاح، يعني حد شاف ان هو شم ريحة التفاح جوه الجامع مثلا، ده لو راجل شافها، فانه يتزوج من امرأة يعني الناس بتتكلم عنها بطريقة جميلة، يعني انت هتتزوج امرأة مؤمنة كل الناس بتذكرها بالخير تمام. وكذلك المرأة برضو لو هي الست شافت او البنوتة شافت ان هي شمت ريحة التفاح في الجامع، معناها زواجها براجل برضو احنا قلنا كويس. ان وبيقولك ايه، سمعته تشتهر، يعني حد مشهور لو انت شميتي ريحة التفاح في الجامع معناها ان انت هتتزوجي من راجل مشهور او انت هتتزوج من امرأة مشهورة. ان انت بقى يعني واحدة ست حامل وشافت ان هي اكلت التفاح ده في مكان هي عارفاه، معناها ان هي يعني ده بشارة ليها بالحمل ولدا حسن، يعني ولد كويس الناس هتذكره برضو بالخير. اللي احنا قلنا التفاح ده في كل حالاته جميل. اللي يشوف بقى ان هو عض التفاحة، قطم قطمة من التفاحة، بس قطم قطمة وسابها، ده وحش. لو قطم التفاحة وكلها وكملها ده معناها دنيا جياله برزق وخير وحلو جدا. لكن لو بنت شافت او راجل شاف ان هو عض قطمة من التفاحة وما كملهاش، ده معناها يعني زواجة لم تكتمل، عمل لم يكتمل، مش هيبقى ليك ايه يعني، مش هيكتمل، يعني دخلت في شغلانة وما كملتش، دخلتي في موضوع خطوبة او هو برضو راجل ما كملش. لكن ان انت تعض التفاحة وتاكل وتكمل، ده ان انت هتنال الخير وامنية برضو هتنالها وهتربح اموال. احنا قلنا التفاح كله خير ورزق وبركة، والتفاح يدل على الاولاد. يعني لو واحدة مثلا او راجل شاف وزوجته حامل ان هو يعني جاي له تفاح كده، ده معناه ان انت هتجيب اولاد، الانتاج بتاعك جميل، يعني العيال شكلها حلو من الاخر. والتفاح يعتبر الاصدقاء والاخوات على حسب ايه سياق الرؤية بتقول ايه، بس ناس كويسة. يعني لو انا شفت التفاح مش هعرف ان ده حد خبيث، لا دول ناس قريبين مني، بيتكلموا عني بطريقة كويسة، انا بتكلم عنهم بطريقة كويسة، اخواتي اصدقائي ناس كويسين في المحيط بتاعي، او ان انا هخلف عيال شكلها جميل مثلا. فرؤية التفاح جميلة، ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وللقناة الاساسية بتاعتنا اللي احنا بنفسر فيها كل يوم 12 مساء، بنعمل بث مباشر على قناتنا الاولى تفسير الأحلام مع حنان الجندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.